ليلى البعطوطي زيارة. ايه مش جاي لك نوم ولا في حاجة بتفكر فيها شغلك؟ سؤال سؤال يزن 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 يزن. ايه اسأل. لا ده السؤال عندك انت. انا قلت هنزل تسأله لي وترتاح شوية من تفكيره بس انا محضر الإجابة. طب ولما انت فريكيكو قوي كده بتقول السؤال بالمرة ليه قلت عليك يا عقرب؟ دي كانت لعبة وانا ولا اهتميت اصلا. يبقى الزيارة انتهت صباح على خير. استنى. ايوه ايه الإجابة؟ العقربة لما بتيجي تتجوز كل اللي عايزين يتجوزوها بيقفوا كده يرقصوا قدامها. وهي بقى بتختار اكتر واحد بيعرف يرقص. يعني يوم ما بتختار بتختار احسن واحد. وبعدين بتقتله. اه بس بعد ما تتجوزوا يلا تصبحوا على خير. عايزه حاجه؟ تاخدي ميه؟ نام على السلم بقى. اوكي. والبنت حلوه ورايحه جايه خايله لسه. عايزين نتقل العيار شويه يا ليلى. ما تقلقوش سيبوهولي. حتى ماما لا لحظات ان هو مشغول بالليله دلوقتي شويه. ما تمام يا جماعه هو مركز معاها وهي مركزه معاه ولا ايه؟ تكلف حطش. شوفوا وشها حمر ازاي ولسه في بنات بتتكسف. النهارده انا عملت لكل واحده فيكم الحاجه اللي هي بتحبها. عملت لماما الستيك اللي بتحبه، القعدة الحلوة دي عشان هدهد، المزيكا اللي شغالة دي عشان سندس، الشمع ده عشان جوجو. انت عارف بتحب البوز بس انا مش هقدر اعمله لك. انا ما بحبش اضرب بوز بس انا نفسي بقى كل واحدة فيكم تتمنى لي امنية. حاضر. ماشي. انا بالنسبة لي اتمنى انك انت تتجوز وتخلف اولاد يلعبوا حواليا. وانا بقى نفسي ما تبعدش عننا ابدا ابدا العمر كله يا رب. سلام. وانا الحق اشوف ولادك. ربنا يديك طولة العمر. ان شاء الله يا رب يا رب. انت يا بت انا مش عارفه يعني انا عايزاك تكون مبسوط وخلاص. يعني لو تتجوز تمام تخلف عيال شبهي اوكي. يا ساتر. لا شبك. شبهي يا ساتر. يا ريت شبه. انا بقى بتمنى لك انك ما تقعش تاني. طيب يعني ده واضح كده من كل امنياتكم ان في اجماع على موضوع الجواز ده. طبعا. بس هو المفروض الواحد لما بيتمنى امنيه